السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لكن الخطاب في عمومه يتعامل بذكاء شديد مع فقه الواقع، وهذا أمر مهم جدا. لقد أخطأنا ككل الفرق والفروع والفئات والطوائف الإسلامية طوال الشهور الماضية بعد ثورة 25 يناير. في الأسبوعين الماضيين تصرف الإخوان بذكاء شديد، عوضوا جزءا من خسائرنا لكنهم لم يعوضوها جميعا. لولا الذكاء الحركي للإخوان في الفترة الأخيرة لكان أحمد شفيق هو رئيسنا الآن. الإخوان تقدموا بالنتائج التفصيلية وطباعة الدفتر وأشاعوا في كل مكان النتيجة الحقيقية للانتخابات، وهذا صعب كثيرا على المجلس العسكري تزويرها، لكنه بالرغم من ذلك وبإيحاء من أمريكا وإسرائيل كان ينوي تزويرها. لكن الإخوان أقدموا على خطوة أخرى كانت ذكية جدا أيضا، وهي تكوين جبهة من مختلف الفئات غير الإسلامية تساند الصف الإسلامي. فأدرك المجلس العسكري وأدركت القوى الخارجية أنها لن تستطيع عزل الإخوان لضربها بعد ذلك. بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومع الهجمة الرهيبة للإعلام العالمي وللمخابرات العالمية ولخيانة بعضنا لنا في الداخل، لأنني أرى أن المجلس العسكري ليس سوى قفاز تتحرك داخله أصابع أمريكا وإسرائيل، قد يكون بعضهم بريئا، قد يكون يعني بعضهم خائنا وعميلا، لكن المحصلة النهائية أي المجلس العسكري لا يعمل في صالح الإسلام ولا في صف مصر. الوضع سيء من ناحية الدعم الشعبي والوعي الشعبي. إنني أشعر بالعار لأن 48.5% من مجتمعنا انتخب شفيق مهما كانت الضغوط. ولو سمحت لي بقدر من التحليل في هذا، فالمسؤولية مسؤوليتنا جميعا، أهملنا جميعا بشكل أو بآخر. وسوف أطرح أمامك تفصيلا قليلا لعدد الأصوات التي كان يمكن أن يحصل عليها أحمد شفيق. عندك 2 مليون صوت مسيحي لن نستطيع السيطرة عليها، عندك 3 مليون من الحزب الوطني لن تستطيع السيطرة عليها. هذه قوى من البداية مع أحمد شفيق، لكن عندك قوى أخرى هائلة كان يمكن أن تجند مع أحمد شفيق. عندك 9 مليون عاطل، عندك 5 أو 6 مليون من سكان العشوائيات وسكان المقابر، عندك الباعة الجائلين، عندك البلطجية، عندك أطفال الشوارع. أنا جمعت هذا العدد، فعندك للأسف الشديد وللانذباح الشديد الحركات الصوفية التي أصبحت يعني نحن أهملنا كثيرا، وهذه مسؤولياتنا جميعا، مسؤولية السلفيين، مسؤولية الإخوان، مسؤولياتنا كأفراد. تحولوا إلى حصان طروادة داخل المجتمع، تحولوا إلى شوكة جانبنا، تحولوا إلى معول هدم، تحولوا إلى مخلب لأمريكا وإسرائيل. يعني هذا شيء لا نستطيع أن نقول أن المسؤولية فيها على هذا أو على ذاك. طبعا الإعلام يعني أنا مندهش لأنهم ألغوا يعني دور البغاء وتركوا دور البغاء الفضائية والصحفية. يعني هذا شيء يهدم المجتمع من الداخل. ما أقصده أن كان عندك أو كان عندهم عدد يتراوح ما بين 25 مليون صوت إلى 30 مليون صوت كان بخمسين جنيه يستطيعوا أن يكونوا شفيق، فهم لم يقوموا بواجبهم جيدا. أشعر بالعار لأن 48.5% انتخبوا شفيق، وأشعر بالفخر أيضا لأن 51.5% صمدوا أمام كل إعلام العالم، صمدوا أمام الشيطان، صمدوا أمام المجلس العسكري، صمدوا أمام الإعلان الخائن، صمدوا أمام أمريكا وإسرائيل، صمدوا أمام بعض دولنا العربية، صمدوا أمام بعض شيوخنا. فأنا أعتبر أن هذه 51% تساوي 510%، لأن بعد كل هذه الضغوط وبلا إمكانيات تقريبا وبلا فضائيات وبلا صحف نستطيع أن نحقق هذه النتيجة، رغم
أن العار موجود في 48.5%، لكن أقصى درجات الفخار موجودة في 51.5%. ما دمنا قد وصلنا إلى هذه الدرجة وأخطأنا أخطاء هائلة، أنت لا تستطيع أن تأتي بتلميذ قبل الامتحان بيوم وتطلب منه أن يذاكر المنهج بطريقة جيدة، أنت لا تبني عمارة أو قصر طبقا لمواصفات هندسية معينة، أنت تحاول بكل ما تستطيع أن تمنع عمارة من الانهيار، أن تنكس بيتا قابلا للسقوط، أن تحميه ليعيش فترة أطول. من هذا المنطلق أنا أرى الإخوان بقدر ما أهملوا، وإهمالهم فادح في العام ونصف الماضيين، إلا أنهم أبدعوا إبداعا شديدا، وإن كنت أظن أنهم انتصروا برحمة الله لا بعملهم، لقد رحمنا الله فلم يشأ أن يزيد علينا كارثة نظام مبارك بكارثة شفيق بعد ذلك، لكن هذا لا يجب أن يجعلنا نغمط المجهود الذي بذله الإخوان، المجهود الذي بذله السلفيون، هذا لا يجعلنا أيضا نغمط قوما قد لا نتفق معهم، وهي الحركات الثورية وستة أبريل وبقية هذه الحركات. والحقيقة أن موقف الشيخ حازم قد غير بعض الشيء من وجهة نظري تجاه هذه الحركات، فمعظم هذه الحركات لا يعبر عنهم قادتهم. أنت يمكن تجد القائد في حركة من الحركات يأخذ من الإسلام موقفا عدائيا، لكن تجد شباب هذه الحركة إسلاميين تماما، فهذا غير من رأيي. ولبعض هؤلاء أوجه أقصى آيات التكريم والتقدير، لأنهم وقفوا موقفا صحيحا في وقت عجز الكثيرون في أن يقفوا الموقف الصحيح. بالنسبة لخطاب الدكتور مرسي، فقه الواقع، فقه الضعف، فقه العجز، فقه الانقسام، فقه عدم وجود آلة إعلامية، فقه عدم وجود قوة حقيقية في الشارع، فقد لجأ إلى الحل الأكثر أمنا بالنسبة للأمة، لأنه كان واردا من مجلس عسكري يتحرك بالريموت كنترول من الخارج، أن كما قيل وكما سربوا أنهم يوم الأحد إذا لم يحلف الدكتور مرسي أمام المحكمة الدستورية أنهم سوف يصدرون قرارا بخلو أو بيانا بخلو مصر رئيس الجمهورية لإعلان الانتخابات من جديد. والمجلس العسكري عندنا الذي حل مجلس الشعب والذي جرؤ على الإعلان الدستوري والذي اتخذ قرارات لم يجرؤ مبارك عليها كفيل جدا وجدير جدا بأن يتخذ مثل هذا القرار المجرم بخلو منصب رئيس الجمهورية. نحن إلى حد ما حقنا الدماء، لا أقول لكم أننا وصلنا إلى بر الأمان، ما زال بر الأمان بعيدا، وما زال يحتاج إلينا كل يوم، وما زال يحتاج إلى تضحيات وإلى شهداء. نحن لا نجاهد في سبيل نتيجة مضمونة أمامنا، نحن نؤمن بالغيب، نحن نجاهد لأننا أمرنا أن نجاهد، ونكافح لأننا أمرنا أن نكافح، ونستشهد لأن الاستشهاد أعلى قيمة حتى من النصر. نحن نفعل ذلك، ودكتور مرسي أحسبه على خير، قد ينجح وقد يفشل، إلا هناك وضع إسلامي آخر هو الآن أميرنا، ويجب أن نطيعه ما لم يبدو منه معصية بواحة أو كفر بواح بالدين. لا أقصد أننا نسكت على ظلمه، لو ظلم أو لو أهمل نخرج جميعا عليه، لكن الوضع الحالي لا يحتمل أكثر من هذا. دعني أكون أكثر صراحة معك، لو أن الشيخ حازم هو الذي كان موجودا كنت سأدينه تماما لو وافق على أن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، لأن الشيخ حازم وضع آخر، قوة أخرى. لا أظلم الشيخ مرسي، والله الرجل أنا أحبه وأقدره، لكن مع الشيخ حازم وهذا ينطبق عليه القول المأثور، حسنات العامة سيئات الخاصة، وحسنات الخاصة سيئات الأبرار، وهكذا، وحسنات الأبرار سيئات الصديقين. ما يجوز بالنسبة للإخوان الآن وبالنسبة للدكتور محمد مرسي ما كان يجوز أبدا للشيخ حازم أو إسماعيل، فلابد أن نفرق بين أننا
نرضى بالممكن، لأنه هو الذي يحقن الدماء الآن، خاصة أننا جميعا غير قادرين على المواجهة الكاملة. لا أريد أن أضرب أمثلة على ذلك لأنني لا أريد أن أسيء إلى نفسي، لأنني عندما لكن في إحدى يعني التجمعات في ميدان التحرير طلب مني أحد الناس أن نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، يعني أفكار غير مدروسة وغير منطقية ولا تتواءم مع قواتنا في الشارع في ذلك الوقت. أنا قلت لذلك الرجل أنا موافق تماما على كل ما تقول، انزل عد لي من في الميدان، عندما يصلون إلى 500,000 سأنزل معك فورا وأفعل ما تريد. في هذا اليوم كان العدد 1,500، فلا بد أن ندرك فقه الواقع وإلا خسرنا كل شيء. فأنا أحيي الدكتور محمد مرسي، يعني رجل زج به في مكان لم يكن يريد أن يكون فيه، هو يتعامل الآن مع واقع، يتعامل مع تهديدات من هنا وهناك، يرى بعض ما لا نراه، ليس هذا تفويضا على بياض منا له، لكن فيما أظن أن هناك صراع بينه وبين المجلس العسكري، بيننا جميعا وبين المجلس العسكري، والمجلس العسكري لن يسلم بسهولة. كلنا وأنا أولكم أريد أن تحل هذه المشكلة الآن وليس غدا في الصباح. أريد أن يخضع المجلس العسكري للتحقيق معه، إن جبارا كمبارك وفاسدا كمبارك لم يكن ليختار إلى جواره أطهارا أو أبرياء، يجب أن يحقق معه. لكن هل في يدك القدرة أن تحقق معه؟ أنت تملك الآن مسدسا تهددني به، وأنا لا أملك شيئا حيالك. إذا واجهتك بعلو الصوت ستقتلني، فعلي أن ألجأ إلى فقه الواقع. ليس معنى ذلك أنني أوافق عليه، أنا أعرف نفسي لمن لا يعرفني ضاحكا، أقول لهم أنا إرهابي من الطراز الأول، لا أقصد المعنى حرفيا، لكن أنا مع القوة مع المواجهة، لكن ليس معنى ذلك أن أخلو أستعمل القوة وأخلو من العقل، يعني أستعمل القوة التي يتيحها لي الظرف المحيط، الحشد الموجود معي، التحالفات الموجودة معي في الداخل وفي الخارج، هذه كلها لابد أن تدخل في الحسابات، وإلا سندمر أنفسنا. وما حرب 67 ونكسة 67 وهزيمة 67 ببعيدة، من السهل جدا على أي واحد منا أن يقول برقبتي يا ريس، ثم نفاجأ غدا بكل الإسلاميين في السجون. الآن لعبة مناورة، لا أزعم ولا أدعي ولست واثقا أننا سنكسبها، لكن هذا هو الطريق الوحيد المفتوح أمامنا الآن. لو كان في ميدان التحرير وفي مصر عندي اليوم 10,000,000 موجودين في كل الميادين والشوارع، كنت سأقول لكم لا تتركوا المجلس العسكري دقيقة واحدة، اذهبوا إليه وحاصروه. لكن كم عندك في الميدان اليوم، وكم عندك في، ولمدة كم ستستطيع أن تصمد؟ لا بد أن نتعامل مع فقه الواقع وإلا خسرنا كل شيء. أعتقد أنني أجبت على سؤالك وأطلت أكثر مما يجب. هو ده اللي يؤدي إلى أن حضرتك، ده اللي يؤدي أن إحنا ناخد المكاسب اللي إحنا حصلنا عليها، اللي هو مجلس الشعب، لا لحل مجلس الشعب، لا للإعلان المكبل الدستوري، لا لأي شيء يكبل صلاحيات الرئيس، لا لعزل اللجنة التأسيسية. احنا معانا القوة حضرتك، جميع الميادين، احنا حضرتك عزلنا حسن مبارك، حضرتك احنا عزلنا حسن مبارك، وكان اللي هو القوة اللي كان معاه الامن المركزي ومعاه الجيش، عزل حسن مبارك واتحط في السجن حسن مبارك. وحضرتك لو ترجع لسنة 79 في ايران، ده برضو كان الموقف بتاعنا هنا، حتى لو نزل الجيش مش هيقدر يوصل، هينضم الجيش للشعب. انا بقولكش مش هتحصل مواجهة بيننا وبين الجيش، لكن انا معايا جميع الميادين ان انا اخد حقوقي كلها كاملة حضرتك، يعني انا ده اللي اراه، وده حضرتك اللي احنا اتعلمناه من حضرتك. حضرتك انا اللي اتعلمته من حضرتك انك سائر من زمان، انت حضرتك اللي اثرت موضوع قضية وليمة الاعشاب البحر، واتقلبت المظاهرات في الازهر الشريف، والناس اللي اتضربت في عينيها واتقفل بسبب حضرتك جريدة الشعب، ما هو ده احنا حضرتك متعلمين منك الثورة وكده. فاحنا معانا القوة، احنا معانا القوة، الجيش مش معاك قوة حضرتك.